مشاهدينا، كاميرا 90 دقيقة نزلت الشارع وسألت المواطنين والتجار والسائقين عن رأيهم في سن تشريع بتغليظ عقوبة محتكري السلع والمغالين في الأسعار من التجار والسائقين. نشوف رأيهم إيه من خلال هذا التقرير. مع ولا ضد عقوبة تجار محتكري السلع؟ مع طبعا، يعني المفروض يعني كل واحد يعني يراعي ربنا في أكل عيشه يعني وكده، وما يقلش الحاجة يعني، عشان الشعب طبعا الناس كلها يعني ظروفها تعبانة وكده، ماشي زي الأول يعني. المفروض ثقافتنا احنا كالشعب، لا احنا السلع اللي هي بيبقى فيها الاحتكار دي المفروض اللي احنا ما نشتريهاش، نوقفوها زي ما ناس بره كتير بيعملوا الموضوع ده. نعاقبهم طبعا، هم بيستغلونا، كل تاجر بسعر، تروح تشتري من التاجر ده يقول لك اعلى من التاجر التاني اعلى من ده. التاجر بيجي بيستورد الكلام ده كله من المينا وكده بيخزنه، يقول لك لا مش مشكله للناس البسيطه، المهم السلعه عندي، كل ما في المخزن كل ما تعرى، كل ما في المخزن كل ما سعرها يعلى. مين اللي بنظلم فينا؟ ان الناس اللي احنا البسطة اللي شكلنا، وكل واحد بيبيع بالسعر، هنا ب 10، هنا ب 15، هنا ب 20، هنا ب 5. طب انا اجيب من مين؟ ما انا مش لاقي واحد يلتزم بالتسعيره. في تسعيره زمان كان ملتزمين بيها وعليها ورقه، دلوقتي ما فيش. لازم يبقى في عندنا قوانين تشجع البحث العلمي والابتكار، بحيث اي مشكله تحصل ندور لها على حلول علميه وابتكاريه، ما ينفعش نتكلم دايما في الشكوى.